الزمالك عنده مشاكل كتيرة قوي فنية جوه الملعب، أصبح مستوى اللاعبين متذبذب بشكل خطير. أعتقد أوناسيو مدرب كويس ومميز جدا، لكن بيعاني من النواحي البدنية عند اللعيبة، لكن بيعاني من حاجة أخطر محدش يتناقش فيها: درجات تركيز اللعيبة جوه المباراة. مازال درجات تركيز لاعبي نادي الزمالك في المباراة في 90 دقيقة لا يرتقي للمستوى المطلوب، أعتقد أحيانا أقل من 30 و40%، ودي مستويات لاعبين هواة. أعتقد أوناسيو بيشتغل على إعادة درجات التركيز جوه المباراة، بيشتغل على تحويل الأداء الفردي لمعظم اللعيبة لأداء جماعي يقدر يخدم الفرقة. كل المشاكل الفنية دي بتنعكس على نتيجة المباراة وأداء اللعيبة. فنجد إن الزمالك كان سهل قوي يكسب فرقة زي اتحاد العاصمة، الفرقة اللي ما بتعملش حاجة إنها تدافع وبتعتمد على هجمات مرتدة طائشة، لكن الزمالك يظل يعاني من الخسارة طوال المباراة، ويتعادل بهدف كمان بخطأ من حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة. مباراة أعتقد كانت مؤسفة من نتيجتها، اللي كان الزمالك المفروض كان يكسب. لكن خلينا نعترف إن أوناسيو مازال بيحاول يكتشف قدرات وإمكانيات لعيبته بشكل يضمن ثبات المستوى وبشكل يضمن درجات تركيز عالية.